من الأو تي في، صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من حوار اليوم. ويسرني أن أستضيف فيها بعد غياب طويل عن الإعلام منذ الانتخابات النيابية رئيس كتلة نواب الأرمن أمين عام حزب تشناق النائب هاجو بكرادونيان. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. وين هالغيبة؟ أنا موجود، أنتم ما عم تسألوني. لا لا، أنا شخصيا سألتك يمكن بحدود العشر مرات وما كان بدك تحكي. أنا مش ضروري إنه كل يوم نطلع على التلفزيونات وهيك نحكي وتاني نهار نرجع ننفي اللي حكينا. عم بتلطش كم سياسة؟ أبدا لا، أنا بحكي عن حالي بس. أوكي، في كتير ملفات بدي أسألها وأطرحها معك، خاصة الانتخابات النيابية وهالهجوم شوي على أجوب بكرادونيان، بس بدي أتركه لتاني شيء. سأبدأ بالجديد اللي هو الجديد اللي كسر شوي الجمود امبارح، هو اللقاء اللي صار بين الاشتراكي وحزب الله من بعد هالهجوم العالي السائف من رئيس الحزب التقدم الاشتراكي. فجأة صار هناك حوار وهو اللي طلب هذا الحوار. بدي قراءتك لما يحصل، هل هناك محور رابح في المنطقة استدار باتجاه وليد جملاط؟ قبل ما أسألكم، أنتوا وين؟ كل حدا بحطكم مطرح. أولاً الأهم أنه نعرف نحن إذا بنرجع للتاريخ اللبناني 10 سنين، وأنا دائما بكرر ويمكن بلوموني لما بحكي هيك، أنه مش بالضرورة لما نكبر الحجر نوصل للأهداف، لأنه دايما شفنا آخر 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة من الحرب لليوم إنه في تنازلات. هالبلد لبنان مبني على تنازلات، والكلمة يمكن منا حلوة على تسويت، منهاجم، منعلي السقف ومنتراجع. هيدي عدة الشغل، منهاجم، منعلي السقف تنقدر يكون في عنا مساحة تنقدر نتفق على شيء مشترك. مش أول مرة لا وليد بيك ولا غيره بيعلوا السقف وبيتراجع. شفنا بانتخاب الرئيس عام شو كانت المواقف، شفنا بعدين، شفنا المواقف قبل الانتخابات 2018 عن سلاح الحزب وسلاح غير الحزب، انه لا يؤمن بالحوار. قال حزب الله لا يؤمن بالحوار قبل الانتخابات. وبعدين شفنا نهار التنين بعد الانتخابات نطلع منقول طوينا صفحة الانتخابات. بالانتخابات بالإعلام الانتخابي لشد العصب أكيد متفهم، واللبناني لازم يتفهم انه بيعلوا السقف. بس بعدين انهار التنين في واقع آخر، في بلد بدنا نمشي، في ناس عم بيموتوا جوع، في ناس عم بيحرقوا حالهم، في قضايا كتير كبيرة نحن كلبنانيين مش قادرين نحلها. وليد جملاط عارف الموضوع ودائما بيقولوا انه أنتيناتو راداراتو صح تلتقط. أنا ما بشوف إنه هيدا استدارة لوليد بيك. ما وليد بيك دايما بيعرف يعلي السقف تيقدر يوصل للهدف الأساسي اللي هو مقرر يوصل. وحسنا فعل إنه رجع عاد الحوار مع حزب الله، لأنه مش بس وليد جملاط بيعرف ضرورة الحوار مع حزب الله أو مع أطراف أخرى. ياريت كلنا بنعرف أنه بالآخر ما في إنقاذ للبلد إلا عن طريق الحوار، أو أكيد ما في إنقاذ عن طريق السلاح والحرب والفتنة. في عنا سبيل وحيد
هو الحوار، وليد جنبلاط عرف كيف بده يقوم بهالواجب. وليد جنبلاط يعني من السياسيين الأذكياء اللي بيميلوا حسب المصلحة، مصلحتهم وين بصراحة؟ إذا بدي ضيق الأمور، إيه فينا نقول إنه حسب مصلحته الخاصة ومصلحة طائفته، مش ممنوع. هذا الواقع اللبناني، كل طائفة، كل زعيم طائفة بفكر بمصلحة الطائفة ومصلحة الحزب. هيك لبنان من 43 لليوم. الطريقة منا طريقة حلوة، بس هيدا الواقع. الواقع الواقع باقي لإلغاء الطائفية، لأنه مش قادرين نحن نلغي الطائفية، نتعايش مع هذا الواقع ومع هذا النمط من العمل السياسي. رئيس حزب القوات كان مراهن أنه في أكترية بمجلس النواب، أنه من ضمنهم الاشتراكي. بداية أنتم بمحور 8 أدار بصراحة أستاذ بكرة دنيا، أنتم اليوم بتكتل لبنان القوي بالوقت يلي بتتميزوا بكتير مواقف، من رئاسة حكومة إلى رئاسة مجلس نواب، دايما بتتهم أنك تغرد خارج سرب التكتل. أولا أنا ما بعتقد أنه بعدنا فينا نحكي عن 8 أزار و 14 أزار. عن شو اليوم بنحكي؟ اليوم بدنا نحكي على القطعة. أما بالنسبة لما وقفنا، إيه نحن التكتل الأولى السطح، لكن من أول نهار 2005 كنا بالتكتل، كنا نتميز. عأيام الجنرال يلي كان بالرابية كنا نتميز لليوم. طيب ليش نحن كلبنانيين بدنا ناخد كل شغلة دوغما، يا أسود يا أبيض؟ طيب حرية الرأي وين؟ حرية التشاور وضرورة التشاور، المناقشة وين؟ طيب إذا التيار الوطني الحر لأسباب معينة هن بيشوفوه أنه صح بيمشوا بموقف، ونحن بحزب الطشناب بكتلة نواب الأرمن منفضل طريقة أخرى، طريقة أخرى يلي هي من تقليد حزب الطشناب وكتلة نواب الأرمن من 43 لليوم. نحن إجمالا نتجنب المواجهات القاسية تما نضطر نتراجع من الأول. نحن منقول بكل صراحة هيدا موقفنا، لا منعلي ولا منتراجع. ما بتتصرف مثل وليد جنبلاط يعني؟ ما بدي أقارن حالي مع وليد جنبلاط أو غير وليد جنبلاط، بس بالآخر هيدي نحن هيك منشوف أنه فينا نساعد لبنان وفينا نساعد اللبناني. طيب مساعدة لبنان، البعض بيسألكم، هي بإعادة انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ كان في مرشح آخر، كان فيكم تسجلوا موقف. أنه شو عملنا؟ سجلنا موقف بعدين شو؟ سجلنا موقف بعدين شو؟ لكن هي واقفة على صوت أو صوتين. سجلنا موقف بعدين شو؟ يعني هذا بالتاريخ بنكون كتبنا أنه كتلة نواب الأرمن سجلت موقف، ما صوتت لمرشح الطائفة الشيعية. بس أنت مقتنع بسياسته؟ يعني السياسة المنتهجة بمجلس النواب أنا عم بحكي، يعني البعض بيقول إنه الرئيس بري هو عرقل كتير من الأمور، عرقل العهد، التيار بيقول لك إنه هو من عرقل عهد رئيس ميشيل عون، وأنتوا انتخبتوا بالوقت اللي هن أخذوا موقف واضح، ويعني يعني ما عم بتصبوا لمصلحة هذا التكتل، صح؟ ورجع الرئيس بري ساعدهم بانتخاب نائب رئيس مجلس النواب. هيك بعتقد. الرئيس ميقاتي كمان رحتوا باتجاه خيار الرئيس نجيب ميقاتي. مرة الماضية نحن ما سمينا الرئيس ميقاتي. ليش؟ شو تبدل رجعتوا سميتوا؟ بتقول لك شو تبدل؟ بتذكري قبل تسمية تكليف الرئيس ميقاتي أو تسمية المشاورات قبل بجمعة كانت قايمة قاعدة بدهم يحتلوا قصر الرئيس ميقاتي بطرابلس ويحرقوا القصر. شو عادة ما بدأوا فجأة رئيس ميقاتي ركب بده يعمل رئيس مجلس.
يعني احتراما لمشاعر الناس، للغضب الشعبي، نعم، يلي كان في كتير تهم عن الرئيس معاطي وهو اسم من كلهم، يعني كلهم ما سمينه. اليوم ألف حكومة، الحكومة اشتغلت ما اشتغلت غير موضوع. سبقتني على السؤال بس كفي لنسألك إذا شو عملت هالحكومة؟ غير موضوع. لكن اليوم في واقع آخر. نعم. 31 تشرين آخر مهلة لانتخاب رئيس جمهورية. صح. بدنا نألف حكومة، بدنا رئيس نكلفه. ما في تكافؤ فرص بالمنافسة بين الرئيس ميقاطي وغير الرئيس ميقاطي. ثانيا، رئيس ميقاطي بدأ مفاوضات مع أو كمل مفاوضات مع صندوق النقد، مع الصندوق وال World Bank، وصار في شبه أو نوع من، إذا ما بدي أقول رضا، عدم ممانعة عن استمرار الرئيس ميقاطي بالحكم. شفنا أنه إذا نحن ما صوتنا للرئيس ميقاطي مع ملاحظتنا ومع ما أخذنا، وهيك قلت أنا عباب القصر. صح. طيب شو ممكن عملنا؟ إما بدنا نكمل ونعطي شوية أمل للناس، طيب السفير نواف سلام، بدي أسألك، طب ما كنتوا قادرين توصلوا شخصية مثل السفير نواف سلام؟ ما بعرف إذا السفير نواف سلام كان مرشح أو لا، ما بعرف. إذا كان، إذا عفواً، إذا كان مرشح يعمل رئيس وزراء أو لا، كان مرشح وطلع، غير أنه السفير نواف سلام ما بنعرفه بالصورة أنه هو كان سفير، ما بنعرف عنه شيء. طيب إذا كتلة وحزب ومرشح لرئاسة وزراء ما بيتواصل، طيب أنه كيف؟ إذا حدا سألني أنه ليش نواف سلام، بدي جاوب أنه لأنه مش نجيب ميقاطي. ليش لو تواصل معكم كنت غيرت رأيك؟ ليش لا؟ ليش لا؟ مين منعني أنه بدي غير رأيي؟ أولا مين طلب مني أنه سمي نجيب ميقاطي وما سمي؟ ما تواصل ليش معك الرئيس ميقاطي أو ولو أنه ليستشف كتلة نواب الأرمن شو حتعمل؟ بلا، الرئيس ميقاطي اتصل على التليفون قلت له إن شاء الله خير، مش أكتر من هيك، ونحن أخذنا القرار نهار الاستشارات ساعة 1:30 قبل ما نطلع وساعة 12. اتصل فيكم تشكيل حكومة، هالحكومة اللي قدمها التشكيلة إلى رئاسة الجمهورية، وقف عند قرار موقف التشناق، شو بدكم أي وزارة؟ نهار الاستشارات حكينا، قلنا له إنه هيدا عم نحكي مجلس نواب الاستشارات، ايه مش اكثر من هيك، غير مش اكثر من هيك، لا بنقول نحن وقت اللي بدك تحكي بجديه بموضوع الحكومه وبدك تالف حكومه بلايحه، بصير في اتصال نحن بنسمي الوزير يلي بنشوف مناسب بهالحكومه. يعني ما كان في جديه باللي قدمه؟ ما قلت هيك، بس ما اتصل انه مين بده يسمي، ما عرفنا بالاعلام. يعني شو شفت هالتشكيله برايك اللي قدمها؟ هالتشكيله كانت تشكيله للتفاوض، مش تشكيله لا تشكيل. هلا تبينت انه تشكيله لا تشكيل. شو الهدف برايك؟ انه خلاص اخذ قرار رئيس ميقاطي عدم تشكيل حكومه. هلا ما بعرف اذا بدي اقولها بمزحه، لانه هلا موسم ضربات، رئيس الحكومة ما أضرب عن تشكيل حكومة، القطاع العام ما أضرب، المصارف ساعة اللي بدهم، المصارف يلي بحياتهم لو كانوا بيقدروا ما يفرصوا بالأعياد كانوا يفتحوا المصارف، هلأ فجأة حسوا على دماتهم أنه لازم يأضربوا.
ورئيس الجمهورية ما أدرى عن لقاء رئيس مجلس الرئيس المكلف. بهالجو العام بقول إنه ما في نية لتشكيل الحكومة للأسف. لا نية عند الرئيس مئاتي أو عند رئاسة الجمهورية؟ لا عند الرئيس مئاتي، ما هو بده يقدم التشكيلة وقدم تشكيلة، لكن ما صار في استمرار باللقاءات ليقدروا يفاوضوا على الأسامي، لأنه مش هو شخصه بس بيألف الحكومة. طيب رئيس الجمهورية له كلمته أساسية بهالموضوع. هالسيناريو برأيك معد سلفا؟ ما بعتقد. لأنه كان عند رئيس الجمهورية إصرار على تشكيل الحكومة. أنا التقيته قبل التكليف وبعد التكليف وكان في إصرار عند الرئيس. هلا هن بيقولوا بعبدا إنه بالعكس نحن ناطرين أن يأتي الرئيس نجيب مئاتي يكون حامل أي جديد، مش إنه زيارة رفعتها بنسجل زيارات. أكيد. بالزمانات لما كان يكلف رئيس حكومة بنهار كان يطلع ينزل مرتين، ما شيء بيمنع أنه رئيس المكلف يدور سيارته ويوصل على القصر، ما حدا بيقول له أنه ممنوع تفوت على القصر. هو معتبر أنه قدم تشكيلته وتبقى له تعانى. تعرف وين المصيبة بالبلد؟ وهيدا مصيبة كبيرة. وين؟ لأنه نحن صرنا منألف حكومات خارج لبنان، منتخب رؤساء خارج لبنان، بننطر مسؤول يعمل زيارة للخارج أو مسؤول أجنبي يعمل زيارة على لبنان تنرجع نحكي عن حكومة أو رئيس جمهورية أو رئيس ما بعرف أي شيء. هيدا المصيبة الكبيرة. يعني قرار تشكيل حكومة صار برا قبل ما فوت بالرئاسة، صار برا القرار إلا ما بيقول لك أنه في رضا فرنسي على رئيس مئاتي، وفي عدم رضا من السعودية على الرئيس سعد الحريري أو على تمام السلام أو على فؤاد السنيورة أو أو أو, أو شو معناتها. بس الحق مش عليهم، الحق علينا. ما هلا عم بتقول نحن بلد نحن فتحنا تسوية. نحن فتحنا المسيح، نحن فتحنا الساحات الدين. بلشتوا تحنوا للرئيس سعد الحريري؟ أنت عندك هيك دايما من قبل بتقول انه عندك، ما بعرف اذا هو عطف او هي الى سعد الحريري، يعني الى الرجل الممثل صداقة الاقوى شخصية. ايه؟ صداقة شخصية. صداقة شخصية. بقول انه الرئيس سعد ظلم. مين ظلم؟ ظلم الظروف، الاجواء، يمكن طيبة قلبه، يمكن اللي حواليه، يمكن ما قدر يحمل أو وعد بأشياء ما كان يقدر يحملها. بس هيدا الواقع، وبالأسف أنه منه شايف أنه الشيخ سعد بالهيدا المدى المنظور، المدى المنظور بيرجع بيتعاطى بالسياسة بالبلد. قدر قراره عمل شيء على الساحة بالانتخابات برأيك؟ هل مقاطعة أو أنتجت ولا لا؟ ما كان في مقاطعة؟ لا أكيد أثرت عدم مشاركته بالانتخابات على ببعض المناطق على نسبة اقتراع السنة، بس أكثر من هيك ما بعتقد. وصلوا كم نائب من بأجواء الرئيس سعد الحريري أو طيار المستقبل اللي هن نواب السنة في الشمال مثلا. طيب الحكومة شو عملت هالحكومة؟ أنتوا عطيتوا صوتكم ثقتكم بالرئيس نجيب مئاتي. لا هيدا الحكومة ما عطينا نحن الثقة. لا هيدا الحكومة اللي كانت ما عطينا الثقة. عم بحكي سميتوه للرئيس نجيب مئاتي. اليوم بدي أسألك شو عملت هالحكومة؟ ما قدرت إنجاز. تعمل شيء. ما قدرت تعمل شيء. هلا ما رح أقول ليش وكيف ما قدرت. بس بعرف مثلا إنه أول ما تألفت الحكومة بعد جمعتين ثلاثة يمكن أنا التقيت بالرئيس مئاتي، قال لي بشهر ديسمبر بجانفيه كهرباء 8 ساعات 10 ساعات. واني؟ ما إجت. أم صدقوا إنه مصر والغاز هيك إنه القصة إنه
بيربطوا الأنابيب بين مصر وسوريا وسوريا ولبنان، وبيبعتوا لنا الغاز أو النفط. طلعت القصة مش قصة أنابيب و... قصة قرار. أوكي. يمكن اتكلنا كثير على وعود الغرب انه كل شيء في امور سهله، بس اليوم انا صراحه بتامل انه بنوصل لنهايات اذا مش سعيده ايجابيه بموضوع ترسيم الحدود البحريه، وهيدا يكون مدخل لإعادة إنعاش الحياة الاقتصادية الوضع الاجتماعي بالبلد. ما نتكل إنه انتخاب رأي جمهورية، يعني حتى إذا إجا مرمرون، يعني يا لطيف إنه نطلع من الأزمة اللبنانية، لأنه الموضوع مش هيك. الموضوع كتير متشعب، وموضوع أنه رئيس جمهورية منه أمبراطور، منه الدكتاتور. رئيس جمهورية بالدستور عنده صلاحيات، حتى إذا استعمل صلاحياته بالدستور بننتقده أنه ليش عم بيستعمل صلاحياته بالدستور. شقري أسئلة بعد الفاصل تركته، بس بتعترف أنه رئيس مئات يعني قلت لي ما عمل شيء بحكومته السابقة، يعني فشل؟ ما قدر يعمل، ما قدر وعوده يمكن او يلي كان بيسمع وهو بيرجع بيقرر على اساس اللي بيسمع ما كانت ظابطه معه. في حال صار عم بحكي ان انتخابات او استحقاق رئاسة بما وعدوا، بتجددوا هيدا التسمية وتشكلت حكومة لمئاتي؟ تنوصل على الكنيسة بعدين نصلي. طيب، ما بدك تعطي كلمة من هلا. ترسيم في جو، يعني فتنا بالاول ايجابيات وفكرنا يعني ترسيم عن شوي جمعة الجاي يعني، بس واضح انه يبدو في تاخير، وكان واضح نائب رئيس مجلس النواب من قصر بعبده انه تاخر، ولكن بعده مصر انه الاجواء مش مثل ما عم تنحكى بالاعلام. بدي من معطياتك لقاءاتك مع بعض المعنيين. انا اجوائي هيك كمان، انه لانه في اولا رايين باسرائيل، راي المتشدد انه ما نروح للترسيم للانتخابات النيابية، والرأي الآخر أنه لازم نروح للترسيم. نعم. هلأ نحن كلبنانية منا بصدد أو نكون بصدد مساعدة إسرائيل بانتخابات نيابية أو بتأجيل ترسيم الحدود، لكن بفتكر اليوم الوضع عند إسرائيل، نعم، أنه مصلحة إسرائيل كدولة، عم بقول مش كأحزاب، نعم، يبكروا بتوقيع الاتفاق. أولا هن بحاجة أكيد مش أدنى، الوضع الاقتصادي مش هالقد بإسرائيل، نعم، بحاجة لتدفق دولارات، بحاجة لبيع الغاز، أوروبا بحاجة لشراء الغاز، وهيدي الباخرة اللي جابوها بدهم يبلشوا التنقيب، اليونانية بتكلف حسب معلوماتي مليار دولار دفعوا هالقد حتى يعملوا كل المنشآت. إسرائيل منا بترف، ما عندها ترف الانتظار هلا. ومن جهه ثانيه الموقف اللبناني طلع ظهر انه في موحد، موقف موحد بين رئيس الجمهوريه ورئيس المجلس ورئيس الحكومه، يعني الحكومه
23 زائد قانا. ونحن كمان بحاجة للترسيم. لا شك. يعني بدون أي مقارنة مع حاجة إسرائيل. لكن نحن إيه بحاجة وبحاجة ماسة. أكيد اليوم إذا نحن وقعنا الاتفاق مش تاني نهار بنفتح الحنفية وبنوزع غاز. أكيد لا. بس على القليلة ثقة الخارج والاستثمار. ما ننسى انه السياسة اساسها استثمارات اقتصادية. صح. نقدر شوي شوي نطلع من هالوضع. وما ننسى كمان شغلة، يعني بدنا نعطي الحق لصاحب الحق، انه لو ما كان في توازن قوى. اها، جيت على الموضوع الاساس. اكيد. لو ما كان في توازن قوى، او لو كان الجيش اللبناني هو صاحب قرار توازن القوى او الدولة اللبنانية، لو ما كان في توازن قوى كانت اسرائيل بلشت تستخرج الغاز من زمان مش اليوم. بقى بدنا نستفيد من كل هالمعطيات تنقدر نصر على موضوع ترسيم الحدود. يعني اليوم عم تعطي هيك مثل كارت بلانش لحزب الله انه يعمل بده اياه بهالملف، لانه هو من اوراق القوه لدى لبنان بالوقت اللي طلع قال انا خلف الدوله. وفجاه شفنا المسيرات وشفنا الفيديو وشفنا العرض، يعني العرض اللي صار على اولا حزب الله منا بحاجه لكارت بلانش مني. الدوله اللبنانيه اعطت هيدي كارت بلانش مش انا. لما كل الحكومات ببيانات بالبيان الوزاري حاطين الجيش والشعب والمقاومة، ما حدا يزيد على الثاني. بس بقولوا لك صار قرار الحرب وصل بيد حزب الله، يعني إذا هو بده اليوم بيعمل مسيرات مسلحة. طيب الحزب عدني. الحزب ما بده حرب. الحزب ما بده حرب. إسرائيل ناطرة المسيرات تتعمل حرب على لبنان. إذا إسرائيل قررت الحرب بسبب بزريعة أو لا تعمل حرب. طيب ليش بدك تعطيها أنت هالزريعة؟ يعني بس سؤال. إسرائيل منا ناطرة زريعة. تتذكروا بالزمانات شدت إسرائيل حرب لأنه سفير إسرائيل بلندن اغتيل على يد فلسطيني اجتاح لبنان على أيام أرييل شارون. هيدي الزرائع مثل فوتة العراق وطلعوا بعدين رؤساء الوزراء قالوا نحن كذبنا على الناس، ما كان في سلاح دمار شامل، بس دمروا العراق ودمروا العالم العربي. يعني انت عم بتأيد كل تصرفات حزب الله بموضوع ترسيم الحدود صح؟ انا عم بأيد تصرفات الدولة اللبنانية، أنا جزء من هالدولة. الدولة ما كان يمكن بدها إطلاق المسيرات، شفنا بيان رئيس مئاتي ووزير الخارجية. هذا عدة الشغل كمان. هن موافقين ضمنا يعني؟ إذا مش موافقين. طيب يعطوا بديل. طيب يمنوا ثقب هالدولة. يعطوا بديل، يعطوا بديل. لو ما طلعت المسيرات، إسرائيل بلشت تستخرج. مين كان المذنب؟ كنا بدنا نبكي المجلس الأمن والبرلمان الأوروبي وهو كل المؤسسات حقوق الإنسان. وبعدين شو في واقع اليوم، وهيدا الواقع مش نحن اللبنانية اللي فرض علينا هيدا الواقع، ما هيك؟ باحتلال إسرائيل جزء كبير من لبنان. نعم. أوكي. تفضل. طيب اوكي، اكيد انا مش عم بحكي على الاحتلال ومقاومه هذا العدو، انا عم بحكي انه اليوم في دوله عم بتفاوض، اليوم في وسيط امريكاني فايت، في نائب رئيس مجلس النواب، اكيد رئيس الجمهوريه هو المكلف الاول بالتفاوض، موقف رئاسي موحد. طيب ممكن هالامر او اي تصرف من حزب الله، بيقولوا لك خصوم الحزب، انه ممكن ياثر سلبا على كل هذه العمليه. طيب ساعتها شو بننتج؟ ليش طلع قال نحن خلف الدوله اللبنانيه وفجاه في تصرفات تدل انه هو لا انه هو ياخذ القرار؟ هيدي التصرفات اضرت بالمفاوضات؟
أو ساعدت المفاوضات. شو بدك تصريح رسمية؟ هودي للتاريخ نسجل. الوسيط الامريكي قال مش ما هيدي مش بمحلل يعني. طيب ليش رجعوا؟ ليش رجعوا؟ لانه نحن لبنان تواصل معهم مش هن. لانه هيك نحن عاقلين لانه بحبونا نحن اللبنانيه. قالوا انه ايه لانه 23 حنعطيكم كمان قانا وبعدين بنشوف. هيك القصص يعني هيك. لا بس بالتفاوض مش بالتفاوض بدك قوه. ايه صح. الضعيف ما بيقدر يتفاوض. اذا هيدا عامل قوه اوكي يعني الدوله ضعيفه لساعد وقت اللي الدوله هي بتستعيد القوه. شو قلت قبل شوي؟ لو كان الجيش قادر لو كان تسليح الجيش من الامريكان وغير الامريكان بيعطيه القوه لمواجهه اسرائيل بهالطريقه اوكي. مين كان يقول انه لا هيدا المسيرات بتساعد؟ لو الجيش اللبناني كان قادر يطلع مسيرات ما كان حدا قال انه ليش عم بتطلع مسيرات. عم بتقول الجيش ضعيف يعني؟ لا ما عم بقول الجيش ضعيف. لا ما عم بقول الجيش ضعيف. شو بستشف من كلامك؟ ما تفوتيني بقصص انا ما عم بقولها. لا عم بقول انه ممنوع على الجيش انه يكون قوي لمواجهة اسرائيل. من مانعه؟ امريكا. اوكي يعني ضعيف. نسينا نهر البارد انه يعطونا طوافات بس ما يعطونا صواريخ. وكيف بدنا نركب الصواريخ؟ طلع الجيش ركب الصواريخ بناس تقنيين لبنانيين. عم تعترف ضعيف الجيش؟ قال له لا ما عم بعترف ضعيف الجيش. اذا ما عنده عم بعترف انه ممنوع على الجيش اللبناني يحصل على أسلحة لمواجهة إسرائيل. علما أنه الولايات المتحدة هي أكثر دولة واقفة إلى جانب الجيش اللبناني. إذا بتقدم مساعدات هي فقط للجيش اللبناني. أوكي مشكورين. بس بالآخر نحن بحاجة لنوعية أسلحة وأمريكا أو غير أمريكا عم تعطينا نوعية أخرى. خلينا نشوف بس جو حزب التقدم الاشتراكي على اللقاء وبعد الى حين يجهز الاتصال لانه يبدو انقطع الاتصال بامين السر العام بالحزب التقدم الاشتراكي. بكمل انا وياك. شايف اجواء ايجابيه بالترسيم بصراحه؟ ايه. قبل خلال ايلول ولا لا؟ مبدئيا يعني شويه معلومات شويه اجواء وانطباعات انه ايه في امكانيه لنهايه ايلول. طب بس عشو انه معولين انه ولا طرف بده حرب مشان هيك ممكن يتسرع هذا الاتفاق؟ والسؤال الاساسي دائما بطرح لشو النطره؟ انا بقول لك ليش. لانه البعض بيقول مش معقول ينعطى هيدي الورقه لرئيس الجمهوريه بهيدا العهد. انه ما هيك وهيك رئيس الجمهوريه 31 تشرين بيترك قصر بعبده. انعطى او ما انعطى شو؟ انه بكتاب التاريخ بدهم يقولوا انه باخر ايام الرئيس عون انعطى هيدي الورقه. بحسب مين بيكتب التاريخ؟ وبلبنان ما حدا بيكتب التاريخ بطريقه مجرده بطريقه علميه. كل طائفه تكتب تاريخ كل زعيم حسب رؤيته بكتلي. كل زعيم بيدفع تيكتبوا التاريخ. خلينا نشوف الاشتراكيين. صباح الخير لأمين السر العام بالحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير سيد جوال لك صباح الخير خي ظافر. يعني اليوم أعجب بكرادونيان وصف وليد جنبلاط بالرجل الذكي اللي يعني بالاخر يذهب حسب مش ما بدي اقول المصلحه بس يقرا التطورات مثل ما وصفوا اليوم نائب بكرادونيو. اول شيء اللقاء اللي صار امبارح يعني يمكن فاجئ بعض الحلفاء قبل الخصوم، كيف كان جوه؟ وهل فعلا تم الحديث عن رئيس غير استفزازي مش من محور 8 اذار كما طلب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي؟ خلينا بالبداية نأكد حاجتين سجوال بما يتعلق
باللقاء اللي حصل أمس، وبأي لقاء له طابع حواري بين أي طرفين سياسيين، وهيدي ثابتة من ثوابت الرئيس وليد البلاط والحزب التقدم الاشتراكي بصيغة مثل الصيغة اللبنانية. بعز الانقسام السياسي، بعز الخلاف السياسي، بعز التوتر السياسي بها 15 سنة اللي مضوا واللي كنا نحن فيهم أحيانا رأس حربي، كان دائما ثابتة بخطابنا السياسي بأنه لابد في لحظة من اللحظات نرجع نقعد كلنا سوا على طاولة مستديرة لنناقش كتب. وبالتالي الحوار هو السبيل الوحيد حتى انت تقدر تعالجي خلافاتك. يعني الحوار مع مين بيصير عادة؟ الحوار بيصير بين أطراف مختلفة مش بين الأطراف المتفقة. فلقاء الأمس هو أكيد محطة جديدة بالعلاقة مع حزب الله اللي ما كانت مقطوعة العلاقة بشكل كامل أو بشكل يعني هيك مطلق، لكن الحوار السياسي، النقاش السياسي بيننا وبينهم بالعمق كان تقريبا مجمد، إلا أنه التواصل بقي بأمور معينة محددة نيابيا نزاريا أحيانا أمور إلى طابع على الأرض، ظل في هذا النوع من التواصل. اليوم هذا الحوار عم ياخذ بعد له عناوين يعني اقتصاديه بشكل رئيسي، اثنين سياسي مرتبط بالاستحقاقات المقبله، وان يعني لم يتعمق فيما يتعلق بالعناوين السياسيه النقاش الى يعني مراحل متقدمة، لأنه هذا بيحتاج لاستكمال، بيحتاج لأجوبة من قبل حزب الله على ضوء النقاش اللي حصل بالأمس. فبالتالي يعني الحقيقتين اللي لازم كلنا بلبنان نضل نركز عليهم نؤمن فيهم، الحوار هو السبيل الوحيد. هلا الكثير بيسالوا يا استاذ زعفر انه ليش هالتقلبات، يعني بيغير رئيس الحزب التقدم الاشتراكي، قبل كنا فاتحين مواجهه مع حزب الله الاشتراكي ووصلت لحد لا يؤمن بالحوار بل بالقتل، يعني بيتهموا بالقتل وبيتهموا بالزمانات انه ليس لبنانيا نصر الله سيد نصر الله. فانه هيدي تقلبات رئيس الحزب التقدم الاشتراكي بصراحه تميل حسب التسويات اللي جايه، يعني لا، ما هي كمان يعني ما فينا نسلم جدلا بانه هذا المنطق هو سليم او صحيح، بمعنى انه مجرد ما يطلع موجه انه هيدي تقلبات معناتها هيدي تقلبات، او انه اللي عم يحكوا بهذا المنطق وبهذه الذهنيه يعني هن محقين بما يقولون، ما فينا نسلم بهذا الشيء. والدليل على ذلك بالمقابلات الإعلامية اللي رئيس الحزب تقريبا مهد لمسألة التواصل والحوار اللي بده يحصل كان مع حزب الله، في مجموعة ثوابت أساسية أكد عليها، وبالأمس رجع ذكر بشكل واضح رئيس الحزب التصريح منصور بأنه حيدنا الخلافات جانبا. هذا بيعني بأنه في أمور أساسية لازال مختلف عليها. نحن عم نفتش مع طرف اساسي موجود بالبلد على امكانيه تلاقي على عناوين ممكن نلتقي عليها. اليوم اذا بتيجي بتحكي بالكهرباء انت وحزب الله والاطراف السياسيه الثانيه لتتوافقي على خطه تقدر تحل لك مشكله الكهرباء، هذا الامر ما بيلغي بانه بعد في امور ثانيه مختلفه عليها. والامور طيب. المختلفه عليها صحيح برزت خلال الانتخابات النيابيه، لانه الانتخابات النيابيه كان في مواجهه حقيقيه، منا مساله كانت هيك شكليه، لا كان في مواجهه حقيقيه، كان الله بوجهنا وعم بيحاول مع حلفائه يخسرونا بكل بساطه، لكن هذا ما بيلغي السؤال، لانه برجع بقول هيدي حقائق بالبلد بدنا نتفاهم عليها، حتى الناس، حتى اللبنانيين، حتى الشعب اللبناني على انقساماته، على تنوعه اللي بايدنا واللي بايد غيرنا. لا يعني اليوم انت اذا تحاورتي مع طرف سياسي معين انك انت الغيتي الاختلافات او نزلتي عن ثوابتك الاساسيه، نزلتي عن ثوابتك الاساسيه. ماذا عن الاستحقاق الرئاسي؟
يعني امبارح في كلام، في معطيات، طلب رئيس الحزب التقدم الاشتراكي رئيس ما يكون تحدي ولا استفزازي لبل رئيس مش من 8 أدار. قديش هالمعلومات دقيقة وكأنكم عم بتقولوا لحزب الله لعدم الاتيان برئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية؟ دقيقة هالمعطيات اللي طلعت بمعزل عن الأسماء، المقاربة دقيقة بمعزل عن الأسماء، بمعنى وهذا الكلام رئيس الحزب يعني اوحى فيه حتى بمقابلته التلفزيونيه الاخيره سنوات. انت اليوم في انقسام بالبلد بالكتل النيابيه، واضح كيف رايك. اي طرف من الطرفين بده يقدم مرشح استفزازي حتما انت رايحه على تعطيل للاستحقاق الرئاسي. بالحرص الوطني، نعم، من خلال الانفتاح اللي عم يعمله الرئيس وليد جوبلاط على طرف اساسي بمحور اخر، عم بتقولي انت انه خلينا نفتش على مساحه مشتركه بما يتعلق برئيس الجمهوريه، لانه غير ذلك مرشح مواجهه من اي طرف من الطرفين معناتها انت رايحه لتعملي حاله صدام، حاله مواجهه وحاله تعطيل، وشفنا مرحله السنتين ونص قبل انتخاب الرئيس ميشيل عون. إذا بدنا نروح على هذه الحالة، أكيد كل طرف بده يقدم مرشح انقسامي، مرشح مواجهة. وبالتالي حزب الله معني بشكل رئيسي من ميلته إنه يقدم خطوات إلى منتصف الطريق أمام هذا الطريق، بالمقابل للآخرين نفس الشيء. لأنه ما عنده مخرج بانتخابات الرئاسة في الدول إلا هيك، اللي عنده مخرج آخر خلينا خلي يقدم. النقطة الثانية بما يتعلق برئاسة الجمهورية أو برئيس الجمهورية بالمواصفات اللي المفروض إنه يتحلى فيها رئيس الجمهورية، هي الخلفية الاقتصادية اللي مبنية على برنامج ورؤية ومشروع، لأنه أنت عندك بالبلد ما بكفي تنتخبي رئيس جمهورية، بدك تنتخبي رئيس جمهورية كمان عنده رؤية لبداية حل اقتصادي واجتماعي. يعني بدكم يا رئيس وسطي اقتصادي مصرفي، هيك خلفيته، هيدا كان طالبه امبارح رئيس الحزب التقدم الاشتراكي. مش مواصفات مهنية، مسألة مواصفات مهنية، يعني بقدر ما يكون ما فيك تنتخبي رئيس جمهورية ما يكون سياسي بالدرجة الأولى. مش هذا المطروح. المطروح انه يكون صاحب برنامج ورؤيه على الاقل مقاربه الحلول المطلوبه للمرحله اللي اوكي. ختاما، هاللقاء اتفقتوا على ان يستمر؟ يعني راح يكون في استمرار لهذه اللقاءات مع حزب الله؟ اكيد، لانه يعني وهذا اعلن اصلا بالامس، منه يعني شيء سري، لانه النقاش بده يستمر وفي عناوين انطرحت تحتاج ايضا لاجوبه، وبالاخر هذا حوار في اخذ وعطاء، وبطبيعه الحال انه يستمر، وهو باخر بنهايه المطاف قد يؤسس لتحالف ما، مش مطروح الامر بهذا الشكل على الاطلاق، لانه كمان بالامس اعلن عن هذا بشكل واضح انه نقاط الاختلاف هي نقاط كمان موجوده، لازالت موجوده. يمكن الامور المختلف عليها هي يعني باهميتها تتجاوز ايضا العناوين اللي عم ينحكى فيها، على اهميه هناك عن اللي حكى فيها امبارح، هناك عناوين كبيره مختلفه عليها. نعم. يعني منا بالسهل انك توصلي لتحالف كامل مع طرف سياسي، لازال هناك عناوين استراتيجيه ربما في خلاف عليها، وتحتاج لحوار بالعمق، وهي ايضا تعني كل اللبنانيين، مش بس تعني الطرفين اللي عم يتحاور. يعني حمل رئيس الحزب التقدم الاشتراكي اسئله لوفد حزب الله، وتمنى ان يحصل من امين عام الحزب على اجوبه عليها، صحيح؟ نعم، هناك امور يعني تحتاج ل يعني مش قصه سؤال وجواب، هي بقدر ما توضيحات، مقاربه تقدمت من قبلنا بكل، سواء الموضوع الرئاسي، الموضوع الاقتصادي، صندوق النقد الدولي، الكهرباء الى اخره. طبعا الحزب يعني عنده رايه فيها وعنده مقاربته الايجابيه اللي اتسم فيها الاجتماع، بانه يؤخذ بعين الاعتبار هذه الطروحات وهذه المقاربات على انه يستكمل النقاش ويقدم
اللقاءات المرحلة المقبلة المقبلة. عم بقرر عنده إياها حزب الله بأي عنوان من العناوين. بشكرك على أمل اللقاء كمان هنا على طاولة الحوار. أظافر ناصر، شكرا لك على هذه المداخلة. بطلع فاصل وأكمل الجزء الثاني من حوار اليوم مع رئيس كتلة نواب الأرمن وأمين عام حزب التشناق أجوب بكرادونيون. فاصل ونواصل. عودة لحوار اليوم مع نائب هاجوب باكرادونيان. أكمل بشق يمكن كتار ناطرين يسمعوه، استحقاق رئاسي في انتخابات أو شايف فراغ؟ نتمنى أنه لو 31 تشرين ننتخب رئيس جمهورية. تتمنوا شيء والواقع شو بيقول؟ أنا بدي أسأل سؤال تاني. تفضل. شو حيتغير بعد 31 تشرين تنأجل الانتخاب تنفوت بالفراغ؟ شو بيتغير؟ انه بيتغير المفاوضات فيينا، انه بتتغير المحادثات بين ايران والسعودية، انه روسيا واوكرانيا بيوصلوا عشي، او سوريا يعني الحكم بسوريا بيحرر المناطق 30% من الأراضي السورية المحتلة. شو بدها تتغير؟ طيب ليش نحن بدنا ننطر تغيرات بالخارج اللي ما بنعرف نتائجها؟ أولا مش نحن اللي فينا نأثر، نتأثر ومش بالضرورة نتأثر إيجابيا. أنا رأيي شو ما كانت نقدر نطلع نوصل لانتخاب رئيس جمهورية قبل 31 تشرين. وبعدين هودي التغيرات إذا في إيجابيات نستفيد من الإيجابيات، وعلى القليلة إذا في سلبيات ما بنتأثر من السلبيات بانتخاب رئيس جمهورية. بيكون أمننا الموقع الدستوري الأول بالبلد، وبعدين منكلف رئيس حكومة ومنألف حكومة مرتبة تنقدر نكمل حياتنا بهالبلد. اليوم درجة انه شو مواصفات الرئيس المقبل؟ بدي اسأل يوم التشناق رئيس كتلة نواب الأرمن، شو مواصفاتكم للرئيس المقبل؟ خلي ما تطلع مني هيك تقيلي. أولى. رح أولى. هيدا موضوع المواصفات، لأنه ما فينا نتفق على الشخص. إذا اتفقنا على الشخص منلبسه المواصفات اللي بدنا إياها، اللي بدنا إياها، اللي مش اقتصادي منقول عنه إنه ما هو كل حياته كان بيقرأ كتب اقتصاد وبيشتغل بالمال. إذا منه مثقف منقول عنه انه عنده مكتبة 10,000 كتاب ما بينام، نعمل له الإعلام ومنوصله لرئيسة الجمهورية. يعني هرتق الحديث عن مواصفات الرئيس. ليش بتكبري الأمور يعني هيك كلمات؟ بحياتي ما بستعمل أنا كلمة هرتق. طيب مش هرتق بس يلي بدك إياه، بس بالآخر شوف شو اللي بدك. تنكون واقعيين، تنكون واقعيين. طيب مواصفات ايه، انه مين ما بده انه يكون رجل كفو، مين بده ما بده انه يكون سياسي يعرف امور البلد، كفو نظيف، يكون عنده باك جراوند اقتصادي، يكون عنده علاقات بدول الخارج. مع انه انا رايي هيدي منا من ضمن المواصفات، لانه علاقات مع دول الخارج لشخص بدولة ضعيفة منا علاقات متكافئة. هاي معناتها الخارج بيدير الداخل، مع انه كمان يعني نتساي انه ما بيضر علاقاته منيحة، ما بيضر علاقاته منيحة، مقبول من اكترية الاطراف اللبنانية. هيدا مواصفات. مين ضده؟ لا
ما بيشكل تحدي أو استفزاز، يعني مش من محور معين، أو خلينا نقول محور 8 أدار تنكون واضحين. هاي دول اللي بيقصدوا فيهم لما بيحكي وليد جملاط، لما بيحكي رئيس حزب القوات، ما بدهم بمحور معين، يعني 8 طيب قبل أدار. 6 سنين كمان كانوا يحكوا نفس الشيء، رجعوا انتخبوا بعد فراغ 2.5 سنين جنرال عام. أي شخص مستفز بالنسبة لي، منه مستفز بالنسبة لغيري. ما بدهم يكرروا التجربة برأيهم هن، إنه لم ينجز. ده بالمحايد يلي ما بيفهم شيء مستفز للكل. مستفز للكل؟ لأنه شو بنجيب واحد هيك إنه لأنه فقط ترك البلد وعيش بالخارج وبالحقل الاقتصادي ومدير شركة كبيرة أو ما بعرف مسؤول كبير وعنده علاقات مع الاي ام اف. عم تحكي عن سمير عساف؟ لا ما بعرفه زلمة، لا ما عم بحكي عن سمير عساف، لا عم بحكي عن التجربة الماضية. أوكي. من وزراء وغير وزراء انه منجيبهم لأنه مسؤولين بشركات وبيديروا البلد كشركة. لبنان ايه شركة وشراكة بس منا كوربوريشن ومجلس إدارة ومنديرها كمجلس إدارة، لا. طب أنت اليوم كان رئيس هالكتلة تطمح لتشوف مين ببعبدها؟ هل حدا، هل عم بتقول لي الوسطي منك مع حدا وسطي على غرار زياد بارود؟ عم بعطيك هيك مثال. مني ضد الوسطي، مني ضد الوسطي، بس تقول لك شغلي، يلي بيقول انه رئيس جمهورية بيوصل ب 65 صوت غلطان. دي شو بيوصل؟ كيف بيوصل؟ بيوصل باتفاق واسع قدر الامكان لرئيس الجمهورية. يعني نحن كثير انه مرتاحين انه رئيس الحكومة وصل وعمل رئيس حكومة بأصوات هزيلة. بأصوات هزيلة، هي شو بيساعد لبنان؟ شو بيساعد مصداقية رئيس الحكومة ورئيس والحكومة؟ وإذا أنا رأيي ما بيساعد. إذا أخذ أصوات عالية شو بيساعد؟ ما شفنا إنه لا، على القليلة بيكون في عنده أرضية شعبية، بيكون عنده أرضية تمثيلية بالنسبة للتمثيل، التمثيل الصحيح أو الأصح. رئيس جمهورية بأصوات هزيلة، حنضل نقول 6 سنين انه ما عنده التمثيل الشعبي، هو بيفشل. انا شو بستفيد كمواطن من فشل رئيس جمهورية؟ لانه انهار قلت ما رح صوت له لهالرئيس الجمهورية. يعني انت مع الرئيس القوي مسيحيا مع هالمقولة؟ انا مع اي رئيس بيقدر يكون هو الحكم والحاكم ويكون في عنده الحكمة لإدارة الأزمة ويقدر يستعمل صلاحيات رئيس الجمهورية أو ما تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية بجرأة. هلأ بتسميه قوي، بتسميه مستفز، سميه اللي بدك، بس أنا مش مواصفات عم بقول، أنا هيك بشوف رئيس جمهورية، رئيس المسيحي الوحيد بكل هالدول العربية، الحكم والحاكم واللي قادر يدير البلد، بيملك هالمواصفات رئيس تيار المردة؟ يمكن قوي. قائد الجيش، قائد الجيش كمان، بس أنا مش كرئيس كتلة أو كأمين عام حزب، أنا كأجوب بكرة دنيا ضد وصول العسكري على الحكم، لانه اي قائد جيش ساعه اللي بلحظه اللي بيترك الجيش بيروح على رئاسه الجمهوريه ببطل يكون هو عنده هالقاعده العسكريه، والجيش ببطل يكون لرئيس الجمهوريه او بحكم تحت اداره رئيس الجمهوريه. ورجع الى التاريخ، ورجع الى التاريخ، اي قائد جيش وصل لرئاسة الجمهورية عين قائد جيش جديد، سنة مثل العسل، 4 سنين أو 2 سنين ببلشوا، لآخر سنة ببطلوا. رجعي شوفي
قائد جيش وصل على رئيس الجمهورية، إجا رئيس جمهورية تاني قائد جيش، بطل الرئيس الجمهورية السابق يزور قصر بعبدا. رئيس الجمهورية الحالي. إيه. كان حكم وحاكم، كان حاكم عادل. كان حكيم. مش حكم. وحكم. آه كان هيك. كان حكم. البعض بيقول لك كان مع طرف ضد آخر. بكل محبة بقولها. يلي ما بيعرفوا منيح أو بس بيقروا من تصريحاته يمكن يقولوا غير شيء. ما بتعتبر فشلت مقولة الرئيس القوي مسيحيا صراحة؟ فشلت على أساس أنه الشخص القوي والصلاحيات القوية. قد ما أنت قوي إذا ما عندك صلاحيات شو بدك تعمل؟ يا بتعمل حرد يا بتضلك بمواد الدستورية بين الفاصلة والحرف ونص حرف تتوصل لهدف معين. لا اختم بس رئاسي، انا مددت شوي بس دقيقتين زياده اذا بتسمحوا لي بالرئاسه. يعني انا بفهم انت مع القوي اللي قادر يجمع اكبر عدد من الاصوات، مش رئيس هيدا الوسطي اللي لا نكهه لألو ولا لون، صح؟ اذا بنقدر نوصل لرئيس قوي يكون في عليه ما رح اقول اجماع، اتفاق مسيحي بشكل من الاشكال، اكيد انا ايه مع رئيس قوي. يعني انت ضد مواصفات البترك الراعي الحياده والغير حزبي وال البترك هو بيقدر ولازم يكون حيادي بطائفته وبدينه. ليش هو منه حيادي؟ لا لا كل البطاركة عم بقول مش بطرك الراعي. رجل الدين لازم يكون حيادي صح، بس مش رجل السياسي. رئيس جمهورية ما بيقدر يكون حيادي. حيادي عن شو؟ حيادي يعني ما يكون بمحور معين، يكون حكم عادل، ما يوقف مع طرف ضد آخر. يعني في كتير انت ضده. طيب ما بدي يخلص الوقت قبل ما سريعا جاوبني على سؤالين. اللي صار امبارح مع الشيخ بسام حسين اللي تفات على المصرف بالحمرة واليوم في توقيفه، وفي كمان يعني مثل وقفة مطالبة دعم لإله، مين معه حق ومين ما معه حق؟ يعني بهيك وضع تبع الموظفين شو لهم دخل بهالقضية؟ وبتفهم من تاني ميلة قصة انه العالم محتجزة ودائعة، شو هيدا التناقضات اللبنانية؟ كلنا حذرنا انه رح نوصل لهون. نعم. الموظف ما نبرئ الموظفين كمان بالمصارف، ما هن كانوا يركضوا ورا الزبائن يقدموا لهم برامج تيفوتوا، هن يقبضوا عليه كوميسيون وهي بنعرف. بس انا شو خاصه الحق انه معقول حدا بيحتجز؟ ايه اكيد مش معقول. انا اولا ما التناقض بالبلد والديلام الاساسي القانون واللا قانون. هلا منقول انه افات ومعه حق. ايه معه حق لانه جوعان، معه حق لانه خيه او بيه بالمستشفى. صح. بس شغله ضد القانون. مظبوط. هلا اصحاب المصارف مخلفين. القانون عم بيحمي اصحاب المصارف، ايه، بس هيدا القانون. يا بدنا نغير القانون يا بدنا نشوف مش بس شيخ واحد ستتكرر. وكانت يعني مش اول تكررت بالصيدليات، تكررت بالمستشفيات، تكررت بالمصارف، تكررت بالمخابز، تكررت بالافران، بكل ما عم تتكرر بالمطاعم على كل حال. صح، بس عن شفناها كتير بالمطاعم، يعني كيف كانوا عم بفوتوا على بعض السياسيين كمان العالم، يمكن بيقولوا لك حقهم انه ايه. انا ما يعني بكل هالفترة ولا مرة رحت على المطعم احتراما احتراما لمشاعر الناس. نفس الناس اليوم ما كلهم سهرانين يلي هن سهرانين بالمطاعم وحيقولوا ليك انه بدنا نعيش 100%. بدنا نعيش بكرامة. طب ختاما في عنوان مش ممكن ما أسألك عنه، ب 24 أيار 2022 هل يطيح الطشناق أمينه العام قبل أن يطيح فيه؟
نأمين عليك قال بهالمقال انه انت اليوم امين عام حزب الطشناق، ما عرف درت هاي العملية الانتخابية، خسرته بالانتخابات كحزب طشناق عدد الاصوات، انت جبت العدد الاقل بتاريخ الحزب بحسب هذا المقال حوالي 4000 يمكن. مين كاتب هذا المقال؟ ما بعرف. بنداء الوطن. اوكي. شو؟ رح يطيحوا فيك؟ يعني اذا حزب القومي ما قدروا يوصلوا على المجلس، إذا حزب البعث ما عنده نواب بالمجلس، إذا الأمير طلال سقط، إذا فيصل كرامي سقط، إليل فرزلي سقط، أسعد حردين سقط، حبيش سقط، وهيدا الحزب بقيادة شخص اسمه أجوب باكر دنيان قدر يحافظ على 3 نواب، شو منكون عملنا؟ شو منكون عملنا؟ كنا نجحت؟ ما بقول نجاحات، أنا كنت بتمنى أقدر أجيب أربع نواب، ما قدرت، مش إنه ما قدرت، خلص ما وقت. لا ما خلص وقتي، لا بدي كمل، بدي كمل، بدي كمل، احسبي احسبي إنه بدي كمل، رح يقتلوني لا. فوق هلا مش مشكل ولو هيك مش مشكل هود الإشاعات أنا منتخب لآخر حزيران 2023 وباقي أمين عام، وبالنظام عنا في طرق ومواد بيقدروا يتيحوا باللجنة المركزية، هيدا تمنيات ما حيوصلوها. نحن بنتمنى تبقى أمين عام ورئيس كتلة النواب الأرمن، وبشكرك دايما معك الحوار بجرني أكتر وقت، دايما فعلا معك الحوار له نكهة خاصة. شكرا نائب أجوب بكرة دنيا، وشكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.